الناس انا وجاري دابا احنا عندنا حمام عمومي للناس، احنا من الضحيه ديال هاد واد الحار، كنخلصوا واحد الحاجه اللي ما كايناش. تنبرونشيش واد الحار؟ ما نبرونشيش واد الحار، ما مرانشيش حنا بجوج. هي في الحقيقه كيقول لك اعطيني ونعطيك، انت ما عاطيني والو، كيفاش انا نعطيك؟ واد الحار فايت مبلع، ما مستافدينش منه. عندنا الماء ديالنا كيمشي في المورا دابا، شحال ما زاد الاستهلاك ديال الماء كتزاد علينا هذه الفاتوره ديال واد الحار وهي ما كايناش. شحال خلصت على واد الحار؟ خلصنا 880 درهم. وما مبرونشيش؟ ما مبرونشيش، ما كاينش، ما استفدنا والو من هذا واد الحار، كنعطيوهم الفلوس، هذا الشيء راه ماشي معقول. حتى انت عميات؟ واحد انا، واحد انا، انا كنخلص بوحدي ولكن كنخلص الماء وبوخرار، هذاك بوخرار انا ما مبرونشيش. هاد الخطره قالوا لي خصك تبرونشي بالسيف، قلت لهم اودي راه دابا ماشي على بالسيف، كتكثروا علينا. ثلاث شهور الاولى خلصت شي 10000 فرانك، وهذه الثانيه خرجوا لي اكثر من 10000. هذه واه عطاني النيميرو. واه انا كان شي مكالمه 20000 فرانك ديال الماء، قل من 20 اروحوا عندنا نهار اخرين. دابا زادوا عليا لا في الماء ولا في التطهير. ودابا خلصت ولا ما خلصتش؟ دابا ما خلصش، هذا خلصش ثلاث شهور اللي فات، وهذه مازال مازال ما مخلصش، عندي الورقه. ما كيشوفش عندك كيقول لك اودي خلص ولا نقلعوا لك. مشيت عندهم نخلص الماء، قلت لهم التطهير ما نخلصوش، نخلص الماء. مشيت عندهم انا قالوا لك تخلص كل شيء ولا خرج. انا جيت نخرج، هما يقولوا قالوا لي راه غدا ولا بغدا غدا غنجي نقلعوا الكونتور. يعطيني واحد الحاجه نعطيك الاجر ديالها. الكونتور راه ديالي انا، خلصت راه مخلصو. نعم قبل ما نديرو مخلصو الفلوس عاد ودرت. شكرا لك خير بارك الله. هو السحت هذا اكل اموال الناس بالباطل، فهمت؟ السحت هو اكل اموال الناس بالباطل. ما عطينيش التطهير، ما مبرونشيش، ما نخلصكش، اعطيني نعطيك. هادشي اللي بغينا نوصلو له. السلام عليكم.